موجز للأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية وممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم بأديس أبابا في أشغال الدورة العادية 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي تحت شعار تعليم إفريقيا متكيفة مع القرن 21. الدورة التي تدوم يومين ستناقش عديد المسائل الدولية والإقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع الأمنية بالقارة الإفريقية، إلى جانب الإصلاح المؤسساتي لأجهزة الاتحاد الإفريقي وتنفيذ الأجندة التنموية 2063، وكذا تفعيل القوة العسكرية الإفريقية الجاهزة. وعلى هامش قمة الاتحاد الإفريقي سيشارك أحمد عطاف في اجتماع لجنة 10 للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، وكذا في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ. توفي شخص وأصيب 57 آخرون مساء أمس في حادث اصطدام حافلة كانت تقل مناصري فريق اتحاد عنابة لكرة القدم أثناء عودتها إلى ولاية عنابة. الحافلة اصطدمت بسبع مركبات سياحية بمنحدر المنية بقسنطينة. هذا وفتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث. وفي حادث مرور آخر وقع اليوم بولاية بجاية، أصيب 51 شخصا إثر انحراف حافلة تقل تلاميذ كانت متوجهة إلى ولاية جيجل في إطار نزهة، وذلك بالمكان المسمى سبت قديم ببلدية أميزور. هذا وتدخلت فرق الحماية المدنية فور وقوع الحادث، حيث تم إسعاف ونقل المصابين إلى المصالح الاستشفائية بالمنطقة. في تطورات الوضع المأساوي بقطاع غزة، تتواصل انتهاكات الاحتلال في حق المرضى والكوادر الطبية، حيث ارتقى أمس 4 شهداء على الأقل بقسم العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي، بعد أن قطعت عنه قوات الاحتلال الكهرباء والماء والطعام واتخذت منه ثكنة عسكرية. منظمة الصحة العالمية أعربت عن خشيتها على سلامة المرضى والعاملين الصحيين والمدنيين الذين يحتمون بالمستشفى، داعية إلى ضرورة تأمين استمرار عمل مستشفى ناصر لأنه يشكل العمود الفقري للنظام الصحي في جنوب غزة. هذا ومن المرتقب أن تشهد اليوم 100 مدينة في نحو 45 بلدا حول العالم تظاهرات عارمة تضامنا مع غزة. عواصم كبرى مثل لندن وواشنطن وسيدني واسطنبول وسيول ستشارك في هذا الحدث التضامني العالمي، حيث سترفع الأصوات عالية لنصرة أهل غزة وإنهاء الحرب الإبادة الجماعية التي تطالهم. في الرياضة، تعادل ممثل الكرة الجزائرية فريق شباب بلوزداد أمام ضيفه الأهلي المصري بنتيجة سلبية سهرة أمس بملعب 5 جويليا الأولمبي لحساب الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. وعلى إثر هذه النتيجة يلتحق الشباب ببيونغ أفريكانز في الصف الثاني بخمس نقاط لكل منهما وبفارق نقطة وحيدة عن رائد الترتيب الأهلي المصري. كرويا دائما، تختتم اليوم مباريات الجولة 17 من الرابطة الأولى المحترفة بإجراء 3 مباريات، حيث يواجه اتحاد سوف ضيفه اتحاد بسكرة، فيما تستضيف شبيبة الساورة مولودية وهران، ومولودية الجزائر تلتقي النادي الرياضي القسنطيني بملعب 5 جويليا الأولمبي. هذا وانتهت مباريات أمس بفوز فريق اتحاد خنجلة على ضيفه اتحاد الجزائر بنتيجة
بنتيجة هدف لصفر، فيما انتهت المقابلة التي جمعت نادي بارادوش بشبيبة القبائل بالتعادل دون أهداف. أما جمعية الشلف فتجاوز ضيفه نجم بن عكنون بهدفين مقابل هدف واحد. ختام الموجز، أعود لألقاكم على رأس الساعة بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم.